سوق خال من عمالة الأطفال، هدف تسعى الجهات المختصة ومؤسسات المجتمع المدني إلى تحقيقه، حيث بدأ يتبلور هذا المفهوم عند فئة من الأطفال البعيدين كل البعد عن معاناة أقرانهم ممن أجبرتهم ظروفهم على ترك مدارسهم والالتحاق بأسوأ أشكال عمل الأطفال. فها هو طالب محمود لم يقف مكتوف الأيدي، بل سعى إلى حماية تلك الفئة العاملة من الأطفال من خلال تنفيذه مشروعا جمع من خلاله آلاف الدنانير لمساعدة مركز الدعم الاجتماعي. المشروع الشخصي تاعي اللي هو مفروض اللي عملت فيه البرنامج اللي لها دخل بعمالة الأطفال اللي هي معمولة لتوعية الناس عن هاي المشكلة بالمجتمع. فكان عيد ميلاد ستي، فأم قلنا بدنا نروح نجيب ورد لستي، وبعدين لما وقفنا عن محل الورد اجا ودفعنا، اجا ولد عم بيحمل الورد، ولد صغير اصغر مني حامل الورد على السياره وحطهم. بعدين سالته قديش عمرك؟ حكى لي عمري 8. بعدين سالته بتدرس؟ حكى لي لا ما بدرس. فبعدين هون اجتني الفكره انه في ناس هيك بالمجتمع. انه مركز الدعم الاجتماعي واستكمالا لما قدمه محمود أقام ورشة العمل هذه التي حملت عنوان لا لعمالة الأطفال، وسعت الورشة إلى إيجاد حلول مناسبة لظاهرة عمالة الأطفال من خلال مجموعات عمل التقى فيها طلاب مدرسة البكالوريا وآخرون من المستفيدين من مركز الدعم الاجتماعي. ورشة اليوم جدا مهمة لأنه هي أتت نتيجة مبادرة قام فيها أحد الطلاب من مدرسة البكالوريا من خلال برنامج اللي هي خدمة المجتمع. فكرة الطالب كانت من أنه سلط الضوء على مشكلة عمل الأطفال وتحديداً على حل هاي المشكلة من خلال مركز الدعم الاجتماعي، والطالب تحسس مسؤوليته اتجاه هاي الفئة. وقدم مجموعة من الأطفال الذين تركوا مقاعد الدراسة تجربتهم في سوق العمل وما عانوه في تلك الأثناء من جهة، وتجربتهم مع مركز الدعم الاجتماعي الذي ساهم في سحبهم من السوق ووضعهم على أول طريق بناء مستقبلهم من جهة أخرى. كان عمري 14 سنة، اشتغلت في مطعم على الكاش. كان في إهانات كتير، نظرات لإلي أنه أنا صغيرة، أنت ما جاهلة، بتعرفيش تعملي إشي. بعد هيك قررت أنه أنا خلص، يعني بدي أصير طالبة زي أي طالبة تانية، أحمل شنطة وأطلع فيها. كان عمري تقريبا عد سنة كاملة أنا أشتغل، كان عمري 15 سنة. قررت أن أنا أجي للدعم الاجتماعي واشتغلت درست. الورشة التي أقيمت في متحف الأردن جسدت مفهوم الخدمة المجتمعية التي يسعى المتحف لتحقيقها. المتحف له دور ضمن عدة مؤسسات اجتماعية وثقافية وحضارية في الأردن، وإحنا محطة من المحطات. فدورنا مع المؤسسات إن كان صندوق الهاشمي أو مع وزارات معنية أو إلى آخره في نشر الوعي أولا، والتقارب ما بين مجتمعات اللي موجودة إن كان الغنية أو الفقيرة مع بعض لا يوصلوا للحلول المناسبة. وطبعا الدور القطاع الخاص له دور رئيسي أو حيوي في التعامل مع هاي الظاهرة اللي موجودة اللي هي عمالة الأطفال. ما فينا نضل إحنا نركن على القطاع العام والحكومة لتلاقي الحلول والتمويل. هذا ويوفر مركز الدعم الاجتماعي فرصة للطلاب المتسربين للالتحاق ببرامج التعليم غير النظامي مدة سنتين، مما يخولهم بلوغ ما يعادل الصف العاشر. لبرنامج دنيا يا دنيا، إلين يوسف.